الشغال ديال المجلس الإقليمي في أول دورة ديالو لانتخاب الجهد المجلس، ولكن بغينا بالمناسبة باش نأكد بأنه مع الأسف الشديد مازال محتاجين الإقليم ديال أسفل باش يوقع تغيير أكثر. إذا كانوا الناس صوتوا اليوم وعطوا الأصوات ديالهم الناخبين باش يمكن يكونوا في مستوى المسؤولية، كنعتقد بأنه ما وقع اليوم في أسفل على مستوى المجلس الإقليمي كيعبر على أنه مازال عندنا أشواط كبيرة لأن الصوت الديمقراطية الحقيقة في بلادنا. ولذلك وأهم تجليات هذه الخروقات اليوم في الديمقراطية ديالنا على مستوى أسفي هو التهريب والاحتجاج والأسر ديال 12 عضو فيهم برلمانيين ورؤساء جماعات ومنتخبين مع الأسف الشديد اللي هما محتجزين وباركين كياكلوا ويشربوا حتى جاوا اليوم الآخر آخر وعيشوا اليوم الجلسة. ولذلك أنا تنقول بأنه لن نسكت على هذه الخروقات، لن نسكت على هذا الانبحار الديمقراطي اللي نعرف التنظيم ديال الاسفي، وسنكون بالمصاد للفساد والمفسدين والشفاره. وشكرا.